دينا، وهنا إخواني بينتحل صفة شرطي بالأمن الوطني علشان يجبر عامل على تركيب مصعد بمحافظة البحيرة. أفادت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بالبحيرة ضبطت شخص انتحل صفة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، والحقيقة كانت وردت بعض المعلومات للأجهزة الأمنية بالبحيرة مفاداها إطلاع شاب شهاب عين عين مقيم بمركز شرطة دمنهور بانتحال صفة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني بالبحيرة واتصاله بأحد الأشخاص صاحب شركة مصاعد كهربائية بمدينة دمنهور، وابتدى ان هو يهدده علشان يخلص أعمال تركيب المصاعد دي ببرج سكني ملك الطبيب عصام حه عين اللي كان فعلا بينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وكان بيشتغل عنده. على فكرة منتحل الصفة بيشتغل بعدة الطبيب ده، وأكيد طبعا بعلم الطبيب ده وفقا للي اتكتب، وقبل كده انتحل صفة مندوب شرطة وكان شايل كارنيه مزور. عموما للتعليق على هذه الأخبار بقى وتحليلها معنا على الهاتف السيد اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء صباح الخير. صباح الخير تزامها، صباح الخير. أهلا بيك يا فندم. طيب نبتدي بس الأول بالمخطط الإرهابي اللي أحبطته وزارة الداخلية يا فندم، اللي كان بيستهدف دور العبادة والأكمنة وبعض مؤسسات الدولة طبعا قبيل احتفالات ذكرى أكتوبر. هنا يا فندم يعني طبعا واضح التمويل، واضح برضو ان في تواصل ما بين العناصر اللي موجودة هنا التابعة للجماعات الإرهابية والقيادات بتاعتهم اللي موجودة في قطر وتركيا. في البداية كده يا فندم تعليق حضرتك ايه على هذا الحدث؟ اتفضل يا فندم. أولا كل سنة وحضرتك وشعب مصر ومصر كلها طيبين، وتحية للقوات المسلحة بمناسبة 6 أكتوبر. حضرتك بخير يا فندم. اتفضل. الواقعة دي فيها عدة أمور، عدة رسائل أستاذ أمل. اه أولها إيه؟ هم أولها الـ اليقظة الأمنية. هم عيون الأمن تمام مفتحة عينيهم كويس قوي وبتلاحقهم أينما كانوا. كويس. لما نيجي نقول النهارده دول في المقابر، شوف بقى وصلت ايدي الامن لمكان فين وفي منطقه تكاد تحت تكون الانشاء، خفيه. مقابر مش يعني تحت الانشاء في مكان بعيد ايضا. يعني مش في شقق سكنيه، مش في حياه مدنيه، ده في مقابر. ده معناه ان هم متتبعينهم بقالهم بالظبط زمن. هنا بقى انا بقول لحضرتك، هو التتبع هنا حضرتك اشرت في المقدمه كده ان التتبع ده باستخدام التكنولوجيا الحديثه والى اخره. لا غنى مهما كانت المساعدات الفنيه والتقدم التكنولوجي، لا غنى عن المعلومه المستقاه من الشخص نفسه، اللي هي المعلومه الابلاغ يعني. الابلاغ الارشاد دي بس حضرتك انا تعني الابلاغ من المدنيين ان هم لما يشكوا في حد يبلغوا. ايوه بالظبط كده، هي دي المسانده الشعبيه، ودي جت على فكره من مسانده شعبيه، من معلومه من الناس. لاحظوا ناس في مقابر، لاحظوا ناس في منطقه مشتبه فيهم، تحركاتهم، المكان الموجودين فيه، فادلوا بهذه المعلومات. وهنا بنقول برضو لكل مواطن، دي اول رساله، ما تغفلش معلومه، ما تتكتمش معلومه، اي ملاحظه تلاحظها بالظبط في اي مهما تحرك كانت بسيطه او مهما هو مهما اعتبرها بسيطه. كانت بالظبط كده، وهتجد الاهتمام، وهتجد انها بتثمر فعلا عن ما لا تتخيله. دي نمره تمام. واحد. نمره اتنين، شوف حضرتك قلت المتهم الاولاني اللي تم تصفيته، طب انت عايز ايه؟ شاب حاجه و20 سنه، ما هو ده بقى يا فندم اللي بيضايق. وحصلت يعني 21 سنه بكالوريوس هندسه، بكالوريوس هندسه، والتاني 29 سنه يا فندم، والتاني ترزي. شوف بقى هنا الفئه، هنا انا بتكلم بركز على الاولاني. انت حصلت على بكالوريوس هندسه يعني كليه قمه، يعني كنت جايب مجموع قد ايه؟ ليه؟ وبعدين النهارده الدوله والرئيس مهتم بالشباب، ده انت يا اخي لو اشتغلت في اي شركه ايه هنا؟ دي رسالة للأسر، رسالة للعائلات، رسالة للشباب. حرام، الشباب ده هو مستقبل مصر. انك انت ايدي انت تصفيه، ولو كنت حتى ما لحقتك انت بتخرب بلدك ليه؟ انت خدت ما شهادة لحقش يا فندم، ده لسه متخرج، ده 21 سنة تلاقيه يعني ده لسه خريج بالظبط السنة دي. كده، يعني
انت اتربيت في مدارس مصر وفي جامعات مصر، ومنحتك مصر شهاده ما يحلمش بها اي حد، بكالوريوس هندسه. ايه اللي غواك؟ انت هتعمل ايه؟ انت هتغير عقيده؟ يعني ده تخيل غسيل المخ بقى يا فندم، زي ما غسيل سيادتك المخ. بتقول سيادة اللواء، هو غياب الاهل، يعني اهله ما بيسالوش هو بيعمل ايه، او بالظبط هما تعبوا فيه كل السنين دي بس عشان ياكلوا ويشربوا ويودوا المدارس والجامعه، بس ما يعرفوش دماغه فيها ايه، فهو ما عندوش اي روح انتماء، علشان يعني ما بالظبط غرسوش فيه كده، روح انتماء. هي دي الرساله يا استاذه مها اللي انا بقصد بالظبط. اوصلها للاهالي. راعوا اولادكم، شوفوا هو ده في المقابر اهليته فين؟ يعني مش شايفين تحركاته، اذا كان لسه ما اشتغلش بيقعد فين؟ بيروح فين؟ بيجي منين؟ اصدقائه ايه؟ تحركاته ايه؟ الكتب اللي مقتنيها ايه؟ فتشوا في محتوياتهم، تلاقوا منشور، تلاقوا حاجه، شوفوا الصفحات بتاعتهم على الفيسبوك. يا ناس ارحموا ولادكم حتى لا ينحدروا وراء الغويات والدولارات الواردة من وغيره قطر. للأسف يا سيادة اللواء، إن معظم منفذين العمليات دي في المرحلة العمرية دي من 20 ل 30 سنة، للأسف شباب صغيرين، وبيحركوهم ناس بره، يعني هو لو فكر لحظة ويقول له أنت رايح يعني بعد ما تفجر نفسك تخش الجنة، ما كان فجر نفسه هو اللي بيقول له يعني ودخل الجنة. بالظبط كده، أنا أولى بقى، آه انا اولى اخش انا الجنه ما دام انا مقتنع بكده. تمام. طيب الحاجه الثانيه، شوف بقى زميله ايه، زميله ترزي. ترزي، يعني ده شوف حتى المستواك اللي معاك في الخليه، وبعدين المعيشه اللي انت عايشها وانت كده، اي ادميه دي وانت قاعد في المقابر مستخبي كده وفاكر نفسك انك انت بتخطط لايه؟ بتخطط علشان هتطلع تفجر، هتفكر في ايه؟ مين فأهلك. هتفكر في اهلك؟ ربما يكون اخوك هو ضحيه في هذا التفجير. ايه التغيب ده؟ ايه العقول المغيبه المتخلفه دي؟ يا ناس فعلا يا نصيحه، فندم. هذا الحادث درس، كل من يشاهد حاجه من الناس في اماكن، في شقق مستاجره، في مناطق عشوائيه، يسرع بابلاغ الشرطه. تمام. وتحية للشرطة، وتحية للأمن الوطني، أكيد. وتحية ليهم لأنهم بيهتموا بالمعلومة وبيجروا وراها، طيب وثم باستخدام التكنولوجيا. سيادة اللواء بقى، سؤالي هنا عن الموضوع التاني أو الضبطية التانية اللي فيها إخواني إرهابي بينتحل صفة شرطي بالأمن الوطني، وعمال يهدد الناس اللي حواليه، وعمال يحاول إن هو يمارس نوع من أنواع السلطة عليهم بمعرفة الطبيب اللي هو شغال عنده اللي بينتمي أيضا للجماعة الإرهابية. عايز اقول بقى للساده المشاهدين، ادي الاخوان اللي كان بيقولوا مسلمين وان الاسلام هو الحل، ده مش بيفجروا بقى وبيقتلهم، ده كمان بينصبهم، ده نصابين بينصبوا. كمان، يعني مختلف انواع الجرائم دي. نمره واحد. نمره اتنين، ان هذا الشخص المتهم انتحل صفه امين شرطه وفي الامن الوطني، كده بيضرب كذا عصفور بحجر، هينفذ المخطط بتاعه وفي الوقت ويشوه نفسه صورة الأمن الوطني. هيسيء للأمن الوطني، بالظبط. وادي الشرطة بقى ايه كمان. ثم الدكتور اللي استحل لنفسه، واللي هو الطبيب المثقف صاحب العيادة ولا العمارة ولا ولي الاخره، ان هو سمح لنفسه بأخلاقياته المتدنية دي انه يستغل هذا الشخص ده وهو اخواني عشان يركب مصعد قد يكون ليس له حق فيه. يا اخي هو انت لو رحت النهارده، لو انت بقى بحسب ثقافتك وعلمك ومهنتك طبيب واتبعت الطريق الصح، لكن عشان انت اخواني، عشان انت اصل هي الناس، ملهاش دعوة بقى كده يا سيادة اللواء بالفقر، ما هو دكتور وعنده عيادة، و يعني ملهاش علاقة ان ده مثلا محتاج ماديا، هي ليها علاقة بالظبط بزي ما سيادتك بالظبط قلت كده، البيت، التربية، المدرسة. التربية، البيت، الأخلاقيات. ده على فكرة يعني أنا عايز أقول إن الشرطة عندما وصلت إلى هذا الشخص الذي انتحل صفة أمين شرطة، بس أنا بقولها مش كضبطية، مش كجهد شرطي بقى، لا أنا بقولها لعامة الناس والسادة المشاهدين واللي يعرفوا بالخبر ده، ادي الاخوان وادي اسلوبهم وادي طريقتهم
من نصب إلى استغلال وانحدار في الأخلاقيات. عموما أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا على مداخلتك وتحليلك لهذه الأخبار. سيد اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، ليست أول واقعة مشاهدينا ولن تكون الأخيرة بمثل هذا الشكل، نبلغ فعلا عشان نقدر نساعد الشرطة إن هي تلقي القبض على أكبر عدد من الإرهابيين اللي بيستغلونه مش بس في القتل والتفجير، ولكن زي ما شفنا كده عمال ينصب باسم الشرطة وهو وبقاله فترة، لأنه هو كان يعني هارب من سنة 2010. تحياتنا طبعا لشرطتنا ولكل عناصر الأمن اللي الحقيقة يعني ما بتبخلش بأي جهد إن هي فعلا تحافظ على أمننا الداخلي. فأرجو برضو زي ما سيادة اللواء مجدي كده كان بيقول إن اللي يشك في أي حد لو سمحتوا يا جماعة، علشان يعني أمننا وأمن الشارع وأمن البلد بشكل عام، إن هو يساهم ويساعد.